مهم شوية الريحة ولا بلاش بلاش. أصدقائي الأنيقين، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الطريقة الصحيحة اللي خاص يتبعها أي شخص كيعاني من نحافة. هاد الفيديو هذا خاص بالشباب اللي كيكونوا رقاقين. طلبوه مني بزاف ديال الأصدقاء، قالوا لي دير لنا فيديو كيفاش نلبسو حنا رقاق، زائد تنسيق الألوان، شنو هما الملابس اللي خصنا نلبسو، شنو هما الملابس اللي ما خصناش نلبسو، زائد الطريقة الصحيحة. المهم في هاد الفيديو غادي نشوفوا أصدقائي 8 ديال الأسرار أي شاب أنيق كيعاني من نحافة خاصو يتبع هاد الفيديو هذا من الاول حتى الاخر. وفاش نسالي الفيديو ما ينساش يدير واحد لايك الى عجبو الفيديو واستفدتي، بامكانك تدعمنا ودير واحد لايك باش الفيديو يحصل على اعلى مشاهده والشباب الاخرين اللي كيعاني حتى هما من نحافه يشوفوه. وغادي نخلي لكم انستغرام ديالي اللي بغى يتواصل معايا مرحبا بي اصدقائي. قبل ما نبدا الاسرار 8 اللي غادي نقتسمها معكم، بغيت نقول لك صديقي الانيق، انت اللي كتشوف فيا انت اللي كتشوف فيا، انت بوحديتك اللي كتشوف راسك رقيق، انت اللي محتقر راسك، انت اللي حاقر راسك بهذه العباره هذه. انا والاخر والاخرى والمجتمع اللي كنعيشوا فيه ما كنشوفوكش رقيق، غير انت بوحديتك كتبقى تفكر كتقول اللبس هذه ما جاتش معايا، انا رقيق حقه غادي نحتقر راسي. من اليوم ما نبغي حتى شي واحد يحتقر راسو، ثق في راسك، هز راسك الفوق ولبس اي حاجه راه غادي تجي معك. غادي نقتسم معكم الاسرار اصدقائي. السر رقم واحد، فاش تلبس واحد البودي ولا واحد القميجه ضروري ما ترافقو بواحد لافيست ولا ترافقو بواحد جاكيطا ديال الجين ولا ديال الكوير ولا واحد المونطو. هنايا كنقلبوا حنايا نغطيو بعض الشيء العيب ديالنا، هو ماشي عيب. اي واحد رقيق فيكم خصو يعتز ويفتخر براسو، لان الرق هو جمال الاناقه والموضه، حيت ملي كنكونوا رقاقين ما كنعرفوش هاد الميزه وما كنعرفوش هاد الجمال اللي عطانا الله، لان الاشخاص اللي كيكونوا غلاضين كيكونوا بدانين بعض الشيء هنا كيعانيوا من السمنه، كيقولوا يا ريت نكونوا غير ضعافين، كيبغيو ينقصوا الوزن ديالهم. صعيب باش تنقص الوزن ديالك وسهل باش تزيد في الوزن ديالك، فيديو اخر غادي نطرق ليه، غادي نوريكم الطريقه وكيفاش تزيدوا في الوزن ديالكم. حتى الاشخاص اللي كيعانيوا من السمنه هما غادي نوريهم واحد الطرق اللي يقدروا ينقصوا بهم داك الكيلوات اللي كيكونوا زايدين. اصدقائي نكملوا على الموضوع ديالنا. الحاجه اللي تنقلبوا عليها اصدقائي كيف ما قلت لكم هي نغطيو العيب ديالنا، واخا انا كنسميه ماشي عيب، غير كنزيدوا واحد الاضافه كيف ما قلت لكم، جاكيطه ديال الجين ولا ديال الكوير ولا المونطو. وسيرتو هاد المسائل هذه استعملوها فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء، فصل الصيف اصدقائي غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر على الطريقه الصحيحه شنو تلبس شنو ما تلبس وتنسيق ديال الالوان. اصدقائي كيف ما قلت لكم ضروري ما تركزوا على هاد المساله ولا هاد القاعده، هذا راه سر من الاسرار. فاش كتزيد غير واحد الكابا ولا كتزيد واحد اللبسه واحد الاضافه كتضيفها على التيشيرت كيف ما كتشوفوا هنا، كتزيد كتبين المظهر ديالك الخارجي، كتبان واحد الشخص اللي قوي وما كتبانش ناحي. السر رقم جوج اصدقائي اللي غادي نقتسم معكم هو الاكمام. الاكمام خصكم تركزوا عليها، راه بزاف ديال الاشخاص كيكون الكم خصو يكون هكا غير تبان غير الساعه ولا يقدر يجي حدنا. الكم اصدقائي الا وصل لك هنا اليد ديالك هنايا راه ما كتبقاش انيق، زائد هذا الكمام ديال التريكو ولا ديال القميجه ولا ديال لافيست ولا ديال الجاكيت كيبان كبر منك، كيبان هو اللي لابسك. وركزوا على مساله اخرى اللي هي الكتفين. الكتفين اصدقائي كيف ما كتشوفوا خص الكتفين دائما يكونوا على حساب المقاس ديالك، تقول نفصلها لك الخياط. غادي تلقاو بعض الشباب حتى هما عندهم الكتاف كيكونوا نازلين ديال القميجه، هنايا القميجه ولا الجاكيت ولا لافيست ولا المونطو اللي كيكونوا لابسين كيبان كبر منهم وكبير عليهم وكيبان ماشي ديالهم بحالي مسلفينهم. فاش تبغي تشري واحد لافيست ولا تشري واحد القميجه ولا تشري شي حاجه قيسها المره الاولى والثانيه، تكون في المقاس ديالك وعلى حساب القياس ديالك. السر رقم ثلاثة اللي مهم بالنسبة للدراري اللي كيعانيو من نحافة، خاصكم تركزوا على تنسيق الألوان. غادي توليو تلبسوا داك الألوان المفتوحة، غادي نبعدوا شوية من البلو مارين، نبعدوا من الكحل، نبعدوا من المارون، لأن هاد الألوان هذه كتبين الشخص نحيف. إلا كنتي أنت ضعيف ولبستي الأسود ولا لبستي المارون غادي يزيد يمص منك، غادي يمص منك هنا ما غاديش تبان واحد الشخص
اللي قوي. بامكانك تلبس الكحال واحد النهار الا تشهيتي، ولكن ركزوا اصدقائي دائما على اللون الابيض، اللون الازرق، حتى اللون الاحمر كيجي زوين، وسيرتو في الصيف وفي الربيع بامكانكم تلبسوا هذه الالوان، لان هذه الالوان اللي كنقول لكم انا الالوان المفتوحه غادي تمشي لكم مع كل شيء وتناسقوها. حتى المارون تلبسوه، البلو مارين تلبسوه، الا عندك واحد السروال بامكانك تلبسوه، ولكن الا ركزتي على هذه الالوان المفتوحه غادي تبينك وغادي تحسن المظهر ديالك وغادي تبينك بانك قوي بعض الشيء. السر رقم 4 اصدقائي هو الاكسسوارات اللي خصكم تركزوا عليه. دائما الاكسسوارات اصدقائي ما خصكش تعمر يديك بالاكسسوارات. الاكسسوارات اللي ننصحكم انا تشريوها هي الساعه، ومن تشري واحد الساعه تكون على حساب اليد ديالك، ما تشريش واحد الساعه اللي كبيره. حتى الا كانت كبيره بامكانك تسديها عند مول الساعه تنقص لك منها باش تكون على حساب المقاس ديالك. اصدقائي الساعه كتكون بحال ما هكا، الساعه ما خصهاش تبقى تلعب تطلع وتهبط في اليد ديالك، لانها غادي تبرزطك وما غاديش تكون مرتاح. هنا الا درتي لي زاكسيسوار اللي كتكون كبيره وسيرتو واحد الساعه كبيره، كيبان اليد ديالك بانه ما كيتحملش داك الساعه، وكتبان بانها ثقيله عليك وكبيره عليك. دائما لي زاكسيسوار ما كنعمروش يدينا بلي زاكسيسوار بزاف، كنركزوا على حاجه وحده، ساعه ولا واحد الخويتيم ولا واحد البولسيره ولا واحد الدمليج هنا بالنسبه للشباب، زائد واحد القيلاده. ما تعمروش العنق ديالكم واليدين ديالكم بداك لي زاكسيسوار، لانها ما كتعبرش على الاناقه. اصدقائي كيف ما قلت لكم عقلوا على هذه الاسرار لانها مفيده ومهمه، غادي تفيدكم وتبانوا دائما مبوكسين وانيقين. ندوزو دابا السر رقم 5 اللي هو الملابس على حساب لاطاي ديالك. انا عارف بان هذا الموضوع هذا طرقت ليه بزاف ديال الحلقات ديالي، الا بعض الشباب راه ما كيشوفوش الحلقات ديالي، ما كيشوفوش لي فيديو ديالي. من هنا كنقول لكم الا مازال ما شفتوش الفيديوهات ديالي بامكانكم تقلبوا لتحت في لي فيديو، غادي تلقاو عده فيديوهات وعده مواضيع. السر اللي بغيت نقول لكم اصدقائي، السر رقم 5 هو الملابس. الملابس خاصها تكون على حساب لاطاي ديالك، راه ما خصكش تشري واحد الملابس اللي كبر منك. السروال دائما كتكون ناقص منه، ودائما على حساب المقاس ديالك، ما كبيره ما صغيره، خصك تقيسها المره الاولى والثانيه والثالثه، الى عجبتك شريها. الى شريتي واحد الملابس اللي كتكون كبر منك، هنا المظهر ديالك راه كيبان قديم وكبير في السن، وما كتبقاش واحد الرجل اللي كتمثل الاناقه، حيت انت بغيتي تبان بواحد المظهر دائما زوين وتبان قوي وعندك واحد الشخصيه واحد الجاذبيه وتثير الانتباه. اذا اصدقائي دائما خصنا نشريو الملابس اللي كتكون على حساب المقاس ديالنا، كما قلت لكم من الكتاف ومن في الطول، كل شيء كتكون على حساب، تقول نفصلها لك الخياط. والسر رقم 6 اصدقائي غادي نقتسمه معكم، كنت كنديرو انا فاش كنت رقيق في ايامات الصغر ديالي، كنت كنلبس واحد الشورت دائما من التحت، واحد الشورت كنلبسو باش كيبين المظهر ديالي غليظ، كيبينني بعض الشيرليط. بغيت كاع الناس ولا الدراري اللي باقيين حاليا كيلبسوا الشورت من تحت السروال يديروا لي واحد لايك باش تدعموا القناه والقناه تكبر، ونبقى ندير لكم دائما فيديوهات اللي تستافدوا منها. اصدقائي كيف ما قلت لكم الشورت مهم، وسيرتو فصل الشتاء لانه غادي يحميك من البرد، غير الناس اللي كيكونوا رقاقين هو اللي بامكانهم ولا هما اللي بامكانهم يلبسوا الشورت. بالنسبه للاشخاص الاخرين عادي يلبس بوكسير ولا يلبس سليب، انت حر لبس ما بغيتي. السر رقم 7 اصدقائي هضرنا على الملابس، دابا غادي نهضروا على الاحذيه. اذا كنتي رقيق الاحذيه اللي خالقه واحد الضجه ومحتله الطوندونس وهي الاولى في الطوندونس هي داك الاحذيه اللي كتكون غليظه، كتكون بالماركه ولا بلا ماركه. انا كنصح الشباب دائما يشريو واحد الحذاء اللي ما كتكونش فيه الماركه وسيرتو في اللون الابيض، كنهضر على السنيكر. الا بغيتي تشري حذاء شري حذاء في اللون الابيض، لان اللون الابيض غادي يتمشالك مع كل شيء وغادي يتناسق لك مع جميع الالوان اللي عندك. كاين الناس اللي غادي يلبسوا لاكلاس، وما ادراك من الناس اللي عزيز عليهم لاكلاس بحالي، زائد كاجول. هنا الناس اللي غادي يلبسوا لاكلاس بامكانك تختار انت الحذاء اللي بغيتي. كاين عده انواع ديال الاحذيه، فيديو اخر اصدقائي غادي نستعرضها عليكم، غادي نوريكم شنو هي الاحذيه ديال الكلاس اللي محتله الطوندونس، ونبغي اي شاب انيق وكيهوى وكيعشق الموضه والاناقه يشريها ويلبسها. هنايا المظهر ديالو غادي يبان دائما انيق. اخر سر اصدقائي هو السر رقم 8، هاد المره غادي نشدو الكمام ديال القميجه، غادي نطويهم اصدقائي. هنايا فاش غادي نطويهم غادي نبدلو من المظهر ديالنا، غادي نجمعو الحوايج هنا ولا غادي نجمعو الثوب، غادي تجمع لينا هنايا اليدين ديالنا
والشكل ديالنا غادي يتغير وغادي يتبدل وغادي نبانو اقوياء بعض الشيء اصدقائي. ونوصيكم بالرياضه زائد الاكل الصحي، وتهلاو في راسكم الراحه. الانسان يخدم يتريني ويرتاح. نتمنى اي واحد فيكم استفاد وعجبو الفيديو، ما ينساش يضغط لتحت دير واحد لايك ودعمونا وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديال كيف ما شفتي انت هذا الفيديو واستفدتي. كاين بزاف ديال الشباب حتى هما خصهم يشوفوا ويستافدوا منه غير باللايكات اللي غادي تعطيونا. نتلاقاو فيديو اخر اصدقائي، مع السلامه.